مرحبا بكم مجددا في قناة طنجاوية في اليوم. كنتمنى تكونوا على خير وبخير، وعواشركم مبروكة وبالصحة والسلامة وباش ما كتمنوا إن شاء الله. وكنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم مع الفيديو ديالي السابق مع الحلوة ديال التمر، شكرا بزاف، بارك الله فيكم. اليوم إن شاء الله اخترت نحضر معكم واحد الحلوة سهلة وبسيطة بعجين أساس واحد، وكنخرجوا منها ما شاء الله ثلاثة مذاقات مختلفة بسم الله على بركة الله. كنبداو أول حاجة كنوضعوا الزبدة بتكون بحرارة المطبخ، كنضيفوا عليها السكر كلاسي، من بعد كنضيفوا الزيت، من بعد البيضات بالتدريج، جوج بيضات على هذا الشكل هذا، وكنخدموا الزبدة في الأول مزيان حتى كترجع لنا على شكل بوماد، عاد كنضيفوا عليها ديك المقادير، كنضيفوا شويه ديال الملحه، سكر فاني واحد الساشيه، من بعد كنضيفوا مايزينا 50 غرام ديال، وكنخدموا العناصر مزيان حتى كتندمج مع بعضياتها على هذا الشكل هذا. من بعد كنبداو نضيفوا الدقيق او الطحين تدريجيا حتى كيتماسك معنا الخليط، وقبل ما يتنشف معنا العجينه يلاه كنحسوا بها ما كتلصقش في اليد، كنقسموها على ثلاثه القطع، المهم ثلاثه القسمات، وهاد القسمات هادو هما اللي غادي نسموهم كل وحده بنكهه. انا اخترت نحضر معكم لهاد الحلوى بالنكهه ديال البرتقال، والنكهه ديال القهوه، والنكهه ديال الشوكولا. اول وحده كنعملوا فلان ديال الشوكولات على هاد الشكل هذا، كنخدموها مزيان حتى كيندمج من العناصر مع بعضياتهم، ما كيبقاش عندنا ديك الحبيبات ديال الفلان على هاد الشكل هذا. من بعد كنضيفوا له شويه شوكولا فيرميسيل على هاد الشكل هذا، كنستمروا كنخلطوا شوكولا فيرميسيل مع العجينه ديالنا مزيان باش ملي كطيب كيبان لنا ديك الحبيبات، وكنزيدوا نعاودوا نجمعوها بالدقيق، المهم باش ما كتبقاش خفيفه بزاف على هذا الشكل هذا. كندوزوا الصبع ديالنا في العجينه كنجبروها ما كتلصقش، هذاك هو المستوى اللي محتاجين به ديال العجين. كندوزوا للعجينه الثانيه، كنزينوها بفواكه معسله، تقدروا تزينوها باش ما بغيتوا، المهم انا اخترت فواكه معسله. وغادي نضيف لها كنضيف لها نكهه البرتقال معلقه صغيره، من بعد كنستمر بنفس العمليه عاوتاني ديك الدقيق اللي بقى لنا 200 غرام من ديك 800 غرام في التوتال، كنزيدوها كنجمعوا بها العجينه، المهم باش ما تبقاش كتلصق معكم بزاف وما تبقاش تكون خفيفه على هذا الشكل هذا كيف ما مبين في الفيديو. كنخليوها عاوتاني كنمشيو للقطعه الثالثه اللي غادي نسمى بالقهوه سريعه الذوبان، كنزيدوا واحد معلقه ديال الماء وكنخلطوها مزيان. هنا واخا تشوفوها جرت معكم العجينه، باقي غادي نجمعوها بديك شويه ديال الدقيق اللي بقى لنا على هذا الشكل هذا. المهم الا لاحظتوا كنزرب معكم في الشرح في الفيديو باش نحاول نوصل لكم المعلومات كافيه وما يجي لكم شي الفيديو طويل. كما كتشوفوا كنحصلوا على ثلاثه ديال العجينات، العجينه الاولى انا شكلتها على شكل كويرات غريبه، يمكن لكم تعملوها على شكل بودان او على اي شكل بغيتوا، ولا تعملوها بالطابع حتى هاد الحلوه ما كتديش الخميره، ثم عندكم الحريه التامه في الشكل اللي بغيتوا تشكلوها به. الشكل الثاني اللي عملته بفواكه معسله ونكهه البرتقال كندوزو في بيض ديال البيض، من بعد في لوز ايفيلي كنعملوا فيه واحد الحفيره، هذه من بعد غادي نعمروها اما بالشوكولا اولا الكونفيتور اللي بغيتو. كنستمروا بنفس الطريقه حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا كامله. من هذا المنبر كنرحب بالمتابعين ديالي الجدد، وكنشكر المتتبعين الاوفياء، وما تنسونيش دائما من جيم وبارطاجيو لي القناه فضلا وليس امرا، اللي مازال ما مشتركش يشترك حتى هو، مرحبا والف مرحبا. كنكونوا كملنا الشكالات بجوج، كندوزو الشكل الثالث اللي عندي منسم بالقهوه، قهوه سريعه الذوبان، كنكورو على هذا الشكل هذا، ملسو حريبلات صغارين. المهم
كيف ما قلت لكم تحكموا في الشكل اللي بغيتوه، هي كتبقى غير النكهات وطريقة التحضير. من بعد كندخلوا الحلوى ديالنا للفران اللي كيكون مسخن من قبل على درجة حرارة 180 درجة لمدة لا تتعدى 20 دقيقة. كيف ما كتشوفوا خرجنا الحلوى ديالنا من بعد كتجي محمرة واخذة اللون الذهبي. كنتقلوا للتزيين، عندي شوكولا بيضاء وشوكولا سوداء، مهم انا اخترت شوكولاتة البيضاء. من بعد غادي نزوقها من فوق بشوية ديال الفواكه معسلة قبل ما تجف معنا الشوكولاتة. لهذا الشكل هذا كنضربوها شوية مع سطح العمل باش ما كيبقى لناش ديك الفراغ في الشوكولا، وكنزينو بهذه الطريقة. هذه كيف ما قلت لكم تقدروا تعملوا شوية لوز كونكاسي او لا كاوكاو كونكاسي اللي بغيتو زينو به. وانا شكل اخر زوقتها بشوية ديال الكونفيتير ديال البرتقال او ديال المشمش اللي بغيتو. الشكل الثاني زينته بشوية سكر كلاسي كيف ما شفتو. والشكل الثالث هذا ديال القهوة، عملته شوية غطسته شوية في شوكولا سوداء. من بعد غادي نزينه بواحد خطوط ديال الشوكولا تكون غامقة على هذه، مهم شوكولا سوداء تهي. من بعد ما خليت الحلوى ديالي تجمد شوية دوس كملت على الاشكال اللي باقيين. هنايا استعملت جوج ديال المعالق كبارين ديال المربى ديال المشمش، سخنتهم مزيان حتى غلاو، ومن بعد كنزينو بهم مباشره. كنخليوهم من بعد يبردو. هنا بغيتو تدردرو عليها شويه ديال السكر كلاصي، ما بغيتوش انا هنا ضفت عليها شويه ديال السكر كلاصي غير في الجوانب، ما نعملوه شي فوق المربى باش كيبقى الشكل ديال الحلوى مزيون. هنا انتقلت الحلوى ديال الشوكولا او ديال القهوه مزينه بالشوكولا، زدت عليها شويه ديال الخطوطه ديال الشوكولا اسود. كنوري لكم هذه الطريقه ديال القمع، تعملوا فيه الشوكولا وتخليوها يذوب، كيجي طريقه سهله وكتفادوا بزاف ديال الاواني في المطبخ او ديك حمام ماريا. على هاد من الفوق قبل ما يجف الشوكولا شوية ديال العقيق نقريه، كيكون هو هذا الشكل النهائي ديال الحلويات ديالنا ديال العيد. كنتمنى تعجبكم وتجربوها ان شاء الله، وكنشكركم مجددا على حسن التتبع وعلى التفاعل ديالكم خاصة مع الفيديو السابق ديال الحلوى ديال التمر. واللي مازال ما مشتركش يشترك في القناة فضلا وليس امران، وشاركوها مع العائله والاحباب ديالكم. كيف ما كتشوفوا هنايا فتحت معكم وحده تبارك الله كتجي رطبه وهشيشه، كذلك بالنسبه للحلوى ديال اللي منك بالبرتقال كتجي هشيشه ورطبه. ننتقلوا كذلك للحلوى الثالثه، كذلك هذه كتجي معلكه ديال شوكولا خاصه كيكونوا فيها ديك الحبيبات ديال البرميسيل. وصلنا لنهاية الفيديو ديالنا، كنتمنى لكم عيد مبارك سعيد وعواشركم مبروكة. في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.